السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شرح اليوم. هذا الايردروب تقريبا ايضا متواجد على محفظة ايثر فلاير او منصة تداول ايثر فلاير. الاسم هذا هو الرمز الخاص بالايردروب. الاسم الايردروب تقريبا PLXT، الاسم المختصر الذي يوزع تقريبا 2,500,000 قطعة من هذه العملة. لم يتبقى له سوى 3 أيام. هذه هي الأشخاص المسجلة تقريبا. هذه الخطوات قد شرحتها في الكثير من الفيديوهات، كيف تقوم بهذه الخطوات قد شرحتها في الكثير من الفيديوهات. لا زالت خطوة واحدة لكي أقوم شرحها، هي إيثر واليت أدريس. عندما تقومون بالضغط على من هنا ينبثق لكم هذه الخانة، تأتون إلى هنا ولصق رابط محفظة إيثر فلاير، يعني أدريس محفظة إيثر فلاير. تقوم بنسخه هنا. من لم يسجل في محفظة إيثر فلاير سأترك له رابط التسجيل أسفل الفيديو، ولكن يجب عليك أن ترى كيف تقوم بالتسجيل لأن هناك خطوتان. يجب عليك ألا تنسى المود باس الذي قمت بالتسجيل به في محفظة إيثر فلاير. يجب أن تسجل في كتاب أو في أي أجندة أو في أي شيء، ما مهم أن تسجله في دماغك. أول شيء هو المود باس أي كلمة السر. ثاني شيء هي الكلمات المفتاحية، سيقوم بإعطائك تقريبا لم أدري 14 كلمة أو 12 كلمة أو 13 كلمة، لم أدري. تلك الكلمات يجب أيضا هي أن تسجلها. هذه الخطوتين يجب أن لا تنساهما، يجب عليك أن تسجلهما لكي إذا قدر الله إذا ضاعت منك المحفظة أو نسيت كيف الدخول إلى المحفظة فيطلبون منك هذه الأشياء. يجب عليك أن تقوم بالإتيان بها، بعد ذلك سيمكنك من الدخول إلى المحفظة ديالك. تلك هذه الأشياء التي ذكرتها لا تنسى. بالنسبة لرابط الإحالة، هذا هو رابط الإحالة، إذا أراد ثم عمل له شير أو بارتاجي أو. هذا كل ما لدينا في شرح هذا الإيردروب. سأترك لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو. لم يتبقى له سوى 3 أيام لكي ينتهي هذا الإيردروب. ونشكركم على الدعم الخاص بكم لنا، ولا تنسوا الاشتراك معنا في وشكرا على كل شيء، وإلى الفيديو القادم.